حلمك ايه؟ ايه حلمك؟ اللي انت نفسك تحقق اكتر من اي حاجة تانية؟ ايه حلمك؟ هل حلم انك تعمل دكتوراه؟ هل حلمك انك عايز تعمل فلوس كام؟ عاوز كام؟ هل حلمك انك تخش الجنة؟ ما كلنا عندنا حلم نخش الجنة، ايه اللي عملناه اخيرا عشان نخش في الجنة ان شاء الله؟ فخد بالك حلمك فين؟ اكتب ورقة وقلم، خد ورقة وقلم، هي باستمرار بتبدأ ورقة وقلم وانت واكتب من غير ما تحلل من غير ما تقيد. في وقت من الاوقات انا شخصيا من ضمن احلامي، اسمح لي اقول لك عليها، لما كنت صغير عندي 6 سنين كان من ضمن احلامي ان انا اكون بطل مصر في البينج بونج. كنت بقعد للعيبه الكبار لما يجوا عندي في اسكندريه، وكنت اقعد اتفرج على رجليهم وهم بيتحركوا، وكنت برسمهم اعرف اللعيبه الكبار ازاي بيتحركوا واكتشف ده خطا وده خطا. كنت اقرا، كنت افتش، كنت اتفرج عليهم. وبعدين اترفضت من كل النوادي، مش نادي انا مالك يا لالا امشي يلا. كنت البس جزمه كوتش واروح للمدرب بتاعي، وشويه شويه قابلني وخلاني ما العبش اطلاقا غير التدريبات فقط لمده سنه كامله. بعدين في الاخر كان فاضل بطولتين في السيزون، كان فاضل بطوله نادي الترام وبطوله السويس، ونزلت بعد كده احسب بعد كده 2، وانا خدت بطوله اسكندريه وبطوله الجمهوريه وقتها، بطوله وادي بحري، بطوله المدارس، وسافرت بطوله العالم. لان الاحلام بتتحقق، لو كنت سمعت كلام حد ما كنتش لعبت. لان كانوا لك تطلع ايه؟ هتبقى بطل؟ انت هبل؟ ما انت عارف ان الحلال كتير هيخليك تغير. عشان كده دول بسميهم حراميه الاحلام. خلي حلمك جواك، طالما عاوز حاجه اكتبها، اقراها كل يوم خصوصا قبل ما تنام، اديها اسباب، خليها في جيبك، حس بيها وامشي كل يوم خطوه خطوه. لغايه امتى؟ لغايه ما توصل لمرحله بتحقق حاجه من حلمك، ولا هتلاقي نفسك ما بتعملش حاجه، هتلاقي الناس عماله تغيرك لك كل شويه. ده كان حلمي الاولاني، وفضل الله سبحانه وتعالى حققته. الحلم الثاني كنت عايز اكون مدير عام اكبر فنادق العالم. كنت انزل اتفرج على الفنادق اشوف، اقول مش معقول دي بلد فيها سياح من كل حته، فيها لغات. فبدات اجهز نفسي، اتعلمت انجليزي وتعلمت فرنساوي وتعلمت الماني وحسنت العربي بتاعي، وبدات اجهز نفسي. هم بيعيبوا عليا ان انا بصرف فلوسي في كلام الفارغ وانا ما اعرفش حاجه، يعني عارف شاب عادي جدا زي اي شاب موجود في الدنيا. لكن انا ما كنتش بضيع وقت في كلام الفارغ، كنت بطلع مصر واتمرن كل يوم، بلاقي افضل اصدقاء ممكن الاقيهم، لان ممكن تبقى زيهم. لان عارف ازاي انت مين معاك، بتكلموا ازاي، بتفكروا في ايه. كنت انا الناس اللي عاوزه تنجح، الناس اللي عاوزه تتقدم، مش بتاعتها في الكلام الفارغ. عندي بعض الاصدقاء كده نقعد ننكد، لكن هم كده بس، ما كلمهمش في اهدافي ولا في احلامي. ودخلت في معهد الفنادق، وقتنا كان عيب تخش معهد الفنادق، بقول لك هتشتغل ايه؟ هتشتغل جرسون؟ هتشتغل خدام؟ ودلوقتي النهارده اصبحت كليه، اصبحت جامعه، كان لازم تتبني على كتاف حد. وكنا بنسافر بره، وسافرت بره واشتغلت في الفنادق، واشتغلت هنا في مصر، وصلت يعني بموجود وصلت كويس جدا. وبعدين سافرت بره وبدات من غسيل الصحون. الناس تقول لي ما تقولش كده، ما تقولش كده دلوقتي، لازم تعرف عشان اشجعك. لان حلم عمري ما كنت بغسل صحون، انا كانت السلمه الاولى في الطريق الى الاداره العليا. فكنت افضل واحد. عارف يعني افضل واحد؟ لما انا بضحك عليه افضل واحد يغسل صحون، لان انت بتكون متميز، اللي انت بتعمله خليك متميز فيه. ما تقولش لما هكون متميز، يمكن لما دي ما تجيش. خليك متميز دلوقتي بالوقت اللي عندك بالامكانيات اللي عندك، واطلع شويه شويه، هتلاقي نفسك في الخطوه الثانيه، لكن انت جواك التميز. وفي 6 سنين حققت هدفي، وكنت اول مدير عام عربي ياخد لوكاندا، كان عندي 2000 عامل. لان الاحلام بتتحقق. لو عندك حلم فعلا وعاوز فعلا تحققه، ايه اللي ممكن يوقفك؟ هل فكرت في دي؟ هل اساسا عندك حلم؟ ما اصل الاحلام هي بدايه الاهداف. يعني اي حد يقول لك انا عندي هدف، الهدف نفسه عباره عن ايه؟ عباره عن فكره. والفكره جت منين؟ حاجه جت في ذهنك نفسك تحققها. اسال اي حد في الدنيا عندك هدف، ممكن يقول لك لا، بس لو قلت له نفسك في ايه؟ هيقول لك نفسه في ايه؟ وده اللي احنا بنسميه تحقيق الذات، ان كل واحد فينا عاوز يحقق حاجه جواه عشان يخلي نفسه سعيد في حياته. ان عشان توصل انك تحقق فعلا اهدافك وتعيش احلامك، لازم تبقى عارف في تحديات ممكن توقفك. فهنا انت بتفكر في التحدي مقدما وتحط له كل البدائل الممكنه، فلما يجي بتبقى عندك جاهز. عارف في فرض مثلا انك عندك حد من صحابك او حد من العيله ما بتعرفش تتعامل معاه، ممكن تحصل، ممكن تلاقي نفسك حد مش عارف تتعامل معاه، بتتصرف ازاي؟ دي من الحاجات اللي بتقول لو انا اتحطيت في موقف هو قدامي اتصرف ازاي بطريقه مختلفه. انا عارف ان انا ما بعرفش اتكلم معاه، طب ايه تاني ممكن اعمله مختلف؟ ازاي ممكن اتصرف؟ ركز على تنفسك، خد بالك من افكارك، خد بالك من تعبيرات وجهك وتحركات جسمك واحاسيسك، وغمض عينيك وشوف نفسك معاه وانت متزن تماما. اعملها اكتر من مره. لما تكون قدامه هيحصل حاجتين، السلوك القديم لانه اتبرمج بعمق، وجديد معنى كده السلوك القديم ما بقاش لوحده، بتحط حاجه جواه. فتلاقي نفسك شويه شويه العقل البشري المخ بيشتغل باولويات. يعني ايه اولويات؟ اعلى حاجه بقى حاسسها دي نمره واحد،
بالنسبه للمخ، حط فيها احاسيسك كررها اكتر من مره، دي بتحل محل دي، ودي بنسميها تحطيم روابط في البرمجه اللغويه العصبيه. فانت ده الرابط ده بيحطم حاجه ثانيه. ده من ضمن التحديات في نفسك باستمرار. ايه التحديات ممكن توقفني؟ وعارف يعني ايه توقفني؟ يعني ممكن توقفك لفتره انك تبعد عن اهدافك واحلامك. طب لو وقفت ممكن يحصل ايه؟ لان لو وقفت في قانون اسمه قانون النية المتناقصة، من ضمن قوانين العقل الباطن، قانون النية المتناقصة، انه وانت بتتكلم معايا دلوقتي انا دلوقتي بالنسبة لك نمرة واحد، لان انت مركز عليا. لا، عقل البشري لا يستطيع التركيز غير على الحاجتين في نفس الوقت، فانت مركز على دي، بمجرد ما تخرج التليفون هيجي لك اصبح نمرة واحد، وبعدين حد قال لك حاجة. فالنية المتناقصة بمجرد ما يكون عندك هدف وحاجة تخليك تغير رأيك في الوقت الحاضر، او حاجة وقفتك شوية، هتلاقي الهدف اصبح بعيد، وبعدين اصبح بعيد، لقيت نفسك ما عملتش حاجة، ما حققتش هدفك، وده يفتح لك ملف في المخ اسمه نشاطات غير منتهيه، وده يضايقك انت شخصيا بعد كده، لان اي وقت تفكر في هدف الملف ده يتفتح تاني من اول وجديد. خد بالك لما تلاقي انا عندي خوف من الفشل، او خوف من الاعتراض، حد يعترض عليك، او خوف من الاستهزاء، حد يستهزأ بيك، او خوف من المجهول، ما انتش عارف ايه اللي ممكن يحصل لك، او خوف من المستقبل، او حتى خوف من النجاح. تخيل في حد يخاف من النجاح؟ والخوف من النجاح اخطر من الخوف من الفشل. في ناس تقول لك تعرف لو نجحت ممكن هبقى نصاب، ممكن هبقى حرامي، او هفقد اصحابي، لان الناجحين بيبقوا في وحده تامه. ممكن يحط على نفسه هذا الاعتقاد، وفي الحالات دي بيبعد. فده نجاح من عارف ازاي؟ نجاح، ولكن الخوف من النجاح يخليه يبعد تاني. بنسميها سابوتاج. يعني ايه سابوتاج؟ بيحطم نجاحه بنفسه. بنسميها ساكسس سابوتاج. يحضر نجاحه بنفسه، ممكن يبقى معاه فلوس وبعدين يصرفها، مش عارف يصرفها ازاي لانه مش متعود يعيش بالطريقه دي. فده خوف من النجاح. يا ترى عندك اي خوف معين؟ اسال نفسك السؤالين دول، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي؟ والوقت حان انك تبص الخوف في عينيه وتقول انا كنت هناك قبل كده، مش ممكن اطلاقا، هتوقفني بعد كده. وبعد كده المؤثرات الخارجية، خد بالك من المؤثرات الخارجية. ما تقولش هدفك وحلمك لحد، ممكن يوقفك. اكتب حلمك، اكتب هدفك، اديله أسباب وحطه في جيبك، اقراه خصوصا قبل ما تنام، لأن العقل البشري بيبني على آخر تجربة. خلي المخ شغالها لك طول الليل، لكن لو قلت لأي حاجة أي حد خصوصا في أوله، فتبص تلاقي على طول الشخص يقول لك تعرف مش هينجح، مش هتنجح، مش هينفع. خد بالك يا ناس جربوا، مش هتنفع انت كمان. شوف ابن خالك، شوف ابن عمك، هتسيب شغلك يا راجل؟ ده شلتين على كمي ولا فدنين عند امي. خد بالك ما تغيرش حاجه، ويقولك بحاجات تحطم لك حياتك تماما. بيقولك اهدافه هو، احلامه هو، اسلوبه هو، لكن ده يتماشى معاك اطلاقا اطلاقا. فعشان كده خلي اهدافك. زمان كنت اقول للناس كل ما تتكلم على الاهداف بتديها قوه اكتر، بس بقولك لا، خلي نفسك، خلي الحلم لنفسك انت، لانك ما تقدرش تعرف شخص اللي قدامك. والنفس البشريه غيوره، هتلاقي حد ممكن يغير منك او يقول لك كلمه تخليك يهبط عزيمتك. خلي نفسك وحط نفسك في الفعل، وخلي افعالك تصرخ. الناس ما تسمعش كلامك لكن تشوف افعالك، حطها في الفعل، اتعلم، حسن نفسك كل يوم. من التحديات المؤثرات الخارجيه، من التحديات المؤثرات الداخليه، والمؤثرات الخارجيه اخطر بكثير جدا من المؤثرات الخارجيه. من ضمنها الصوره الذاتيه. الصوره الذاتيه كل واحد فينا عنده صوره مرسومه جواه، اتكونت من تجاربه، من خبراته، من برمجته، ومن اراء الناس فيه. اتكونت له صوره ذاتيه عن شكله. لو اي انسان شايف شكله داخليا انه سمين، انه تخين، مش ممكن هنزل وزنه، هنزل شويه ويرجع تاني حسب صورته الذاتيه. لان الاعتقاد الذاتي والصوره الذاتيه هي السبب في التغيير الخارجي. فترى صورتك الذاتيه عن حلمك ايه؟ شايف نفسك وانت بحقه؟ لو لا مش هتعرف تحققه، ولو حققته مش هتحس بيه. وفي ناس كتير يحقق اهدافه ويحقق احلامه وبعدين يقعد كده يقول لك الله انا مش سعيد ليه؟ ما انا حققت هدفي اهو، ما انا حققت حلمي، انا مش سعيد ليه؟ ايه السبب؟ لانه مش مبني على قيمه عليا، مش واضح جواك. فالصوره الذاتيه اظبط نفسك. طب تظبطها نفسك ازاي؟ كل يوم قبل ما تنام، دي استراتيجيه كوب الماء، خد شويه ميه صغيره اشربها، المخ متغذى على الميه والاكسجين والجلوكوز. خد شويه ميه وخد نفس عميق وطلع الزفير اطول من الشهيق، وبعدين غمض عينيك وشوف نفسك في مواقف صعبه وانت متزن وانت بتحلها. خلي مخك يشوف هذه الصوره، فالصوره اللي جوه بتبدا تتكون بالطريقه اللي انت عاوزها. ومن هنا لما تخرج ثاني الصبح، لما تقوم من النوم، كرر نفس الشيء، اشرب نفس الميه شويه صغيرين، وتنفس بنفس الطريقه،
ومن هنا غمض عينيك وشوف نفسك في نفس الموقف. خلي صورتك الذاتية تكون باستمرار مستمرة في الزمن. اللي بتعمله بالليل اعمله الصبح، بتعمله بالليل اعمله الصبح، لغاية ما تبقى صورتك الذاتية واضحة هتخرج بقى كده في العالم الخارجي وتلاقي نفسك بتنزل وزنك بسهولة. عايز تبطل التدخين جوه الأول لازم تشوفها وبعدين بره. عايز تتعلم حاجة، عاوز تحضر دكتوراه، عاوز تتحسن في حياتك، عاوز تكون صاحب شركة، عاوز تكون مدير، لازم صورتك الذاتية أولا تتغير عشان تقدر توصل تحقق العالم الخارجي. فمن ضمن التحديات الخطيرة بالنسبة للإنسان المؤثرات الداخلية، ومن ضمنها الصورة الذاتية. من ضمن التحديات التغذية التقدير الذاتي إن الشخص مش متقبل نفسه زي ما هو، بيقارن بينه وبين الناس. انا فاكر في وقت من الاوقات واحد جه قال لي يا اخي شوف انا شكلي وحش ازاي، انا شكلي وحش جدا، يعني ازاي ممكن احقق اهدافي ده انا شكلي وحش. عمال يقول لي شوف حسين فاهم حلو ازاي، حلو ليه، انا عايز اكون زيه. قلت له يا اخي قارن بينك وبين اسماعيل ياسين وانت هتبقى كويس ان شاء الله، مش معنى قارن بينك وبين ده. فانا بقول لك حاجه، ما تقارنش بينك وبين ده، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا حلوين زي ما احنا كده 24 ايراد، يمكن انت قصير شويه لكن عبقري، واحد يكون طويل شويه لكن هيكون، كل واحد ربنا ظبطه اكنها بالظبط ذهب 24 ايراد. كلنا عندنا ولو حاجه واحده احسن من بعض. فعشان كده فتش جواك، دور جواك وتقبل نفسك زي ما انت، وقدر نفسك زي ما انت، لان ده التقدير الذاتي. وحب نفسك زي ما انت. انا اول مره قلت الحب الذاتي ناس قالوا لي يا دكتور لا وده مش مظبوط وحب الذات حرام. في فرق، عشان كده في مشكله، دي في السيلف استيم، دي في التقدير الذاتي، بينقسم للتقبل الذاتي والتقدير الذاتي والحب الذاتي. ان انا بحب هديتي زي ما انا، شكلي وشعري وشكلي وايديا، بحب نفسي زي ما انا، ما ببصش في المرايه. انا شفت ناس بيقولي في استشارات في هداتي ويقول لي انا ببص في المرايه مش طايق نفسي، واحد بيهزر ولا بشوف بصبص في المرايه اقول هو كده بس مش احلى. انا شفت واحد بص في المرايه وتكفو وخرج من كتر ما مش طايق نفسه فوق وراح ماشي. ما ينفعش، لازم تحب نفسك زي ما انت، لازم تقدر نفسك زي ما انت، لان خلال ما انت بتحقق اهدافك، خلال ما انت بتعمل حلمك، اللي انت هتحقق بيه حلمك هو ده، هو ده زي ما انت في نفس المكان. فعشان كده حسن نفسك وحسن احلامك وقوي قدراتك كل يوم. فده من ضمن المؤثرات الداخليه، الصوره الذاتيه والتقدير الذاتي. الحاجه الثالثه داخليا الثقه في النفس. على فكره الثقه في النفس هي الفعل، انك تحط نفسك في الفعل في حاجه بسيطه، لما تنجز هتنبسط من نفسك، هتقدر نفسك، هتزيد ثقتك في نفسك. فشويه شويه وفتش، دور، اقرا كتب، حسن نفسك كل يوم، اعمل تغيير في حياتك ولو بسيط، عشان التحديات الداخليه ما تاثرش فيك. فانت عندك البرمجه الخارجيه، البرمجه اللي انت اتعلمتها من العالم كله، اللي خدتها من السبع اركان من الاب والام وبعدين المحيط العائلي وهكذا، البرمجه من العالم الخارجي يبقى ممكن تغير هذه البرمجه. المؤثرات الخارجيه اللي فيها اراء الناس، المؤثرات الداخليه اللي فيها الصوره الذاتيه والتقدير الذاتي والثقه في النفس. اشتغل بدول هتبقى جاهز انك تجهز نفسك لايه؟ انك تعيش حلمك، انك فعلا تعيش احلامك، لانك ممكن فعلا تعيش احلامك. اذا كان الجماعه اللي عملوا الطياره عايشين احلامهم، انت كمان ممكن تعيش حلمك. دلوقتي خليني بقى اسالك سؤال، للمره السبعه قلتها سبع مرات، ايه حلمك؟ ايه اللي هتحققه؟ عايز تبقى ايه؟ عايز تكون ايه؟ عايز تصبح ايه؟ عايز تعمل ايه؟ اللي انت نفسك تعمله او تصبحه اكتر من اي حاجه تانيه في حياتك. بس هنا خد بالك، لما تقول انا عندي حلم عاوز احققه، خد بالك تقول انا نفسي احققه، ولما احققه طول ما انا ماشي بتمتع بالرحله وحاجات كتير جدا هتتحسن في حياتي. فتقبل نفسك زي ما انت في الوقت اللي انت فيه، وتتطلع بعد كده للمستقبل. في حلمك اللي محدد في المستقبل، في حلمك اهو دلوقتي ورقه وقلم، اكتب حلمك دلوقتي. ادي دوره الاحلام ده انا وعدتك بيها اكتر من مره. الحلم عباره عن فكره، ففكر في الحلم اللي انت عاوزه ده في الوقت الحاضر، بس فكر فيه وانت قاعد معاه دلوقتي. اللي انت عاوز تحققه سواء في الجزء الروحاني او في الجزء الصحي او في الجزء الشخصي او العائلي او الاجتماعي او المهني او المادي، ايه اللي نفسك تحققه؟ حلم، بس حلم. دلوقتي اكتبه، اكتب احلامك من غير ما تحلل، من غير ما تقيم، من غير ما تقول حاجه اطلاقا، اكتب الحلم. الحلم الحلم خليه يتراكم شويه شويه، عندك احلام كتير. انا لما اقول الناس فكروا في الاحلام على طول يروحوا للفلوس، انا عاوز فلوس، عاوز فلوس كتير. اقول لهم حط ايدك اليمين كده وقول انا التسامح بيقترب الي والحب بينجذب، اول ما اقول فلوس يعملوا كده على طول عشان الفلوس تنجذب الي، لان الفلوس اكبر من الحياه. بس خد بالك لو انت ما تستحقهاش مش هتيجي، ولو جات لك هتبقى فتنه وهتجنك. فلازم تكون جاهز داخليا تنظف نفسك علشان ما تجيلك
تبقى مادة جزء مادي روحاني، فالله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. ومن هنا لما تسأل نفسك إيه حلمي وإيه اللي هيتحسن في حياتي بسبب إن حققت فعلا هذا الحلم، فالوقتي اكتب أول حاجة إيه الحلم اللي أنت عاوزه. فدي أول حاجة بتبدأ إيه الفكرة. طالما جت فكرة، مجرد فكرة، عشان كده لما بدأت في الأول خالص قلت لك كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم أصبح حقيقة لا خيالا. الحلم بقى خاطر بفكر فيه، وبعدين بقى احتمال، إمكانية وأمل، وبعدين أصبح حقيقة وحطته في الفعل، أصبح واقع، السيارات واقع، وما عندكش فكرة عن التقدم العلمي اللي بيحصل من دول، كل حاجة بتتحرك بسرعة، الموبايلات فيها فاكسات وفيها إيميل وفيها كل اللي تتخيله، ما كانش موجود قبل كده. لو كان معاك موبايل وفتحته قدام أي بلد من 50 سنة كانوا حرقوك في الشارع، كانوا عندك جن ولا حاجة. النهاردة أصبح موجود في كل حتة عادي وعارفه أصغر. إيه السبب؟ أحلام، أحلام ناس. بص الطب كل حاجه بتتعمل، زمان عمليات جراحيه كانت بتاخد وقت طويل جدا وكانت بتاخد معدات دقيقه، دلوقتي ممكن تتعمل بالليزر وبتتعمل اسرع. الهندسه، اي حاجه في الدنيا، شوف اي حاجه هتلاقي فيها تقدم علمي وفيها تقدم بشري. طالما في نمو بشري، في تنميه بشريه وفي تنميه روحانيه، طول ما انت ماشي حاجات بتتحرك، فليه انت ما تكونش من هذه التحركات؟ عشان كده خد بالك من الثلاث مبادئ دول. المبدا الاولاني، خد بالك المبدأ ده مهم جدا، وانا طول عمري عايش من المبدأ، مفيش حاجة في الدنيا اسمها فشل. في نتائج، مش مبسوط بالنتائج ارجع للفعل وغيره. فليس هناك فشل، ولكن توجد هناك خبرات وتجارب ومهارات. اللي انت عملته وتعلمت منه لما تحطها تاني في الفعل هتكون افضل. لما حد يقول لي الماضي عندي صعب، طب لو رجعت للماضي هتتصرف بنفس الطريقة؟ يقولك لا، يبقى انت تعلمت من الماضي، زعلان ليه من الماضي؟ ففي الحالات دي ما فيش حاجة اسمها في الدنيا اسمها فشل. قول لنفسك كده، ما تقولش أنا فاشل، وليس هناك فشل، ولكن هناك خبرات وتجارب ومهارات. وده أول مبدأ. المبدأ الثاني، لو كان أي إنسان في الدنيا حقق أي شيء، طالما إنسان وطبيعي زينا أنا وإنت كمان، ممكن نحققه، بس في شروط. فإن شاء الله لما تشوفك المرة الجاية هنكمل بقية الدورة وهنتكلم على هذه الشروط عشان نقدر إن شاء الله نعيش حلمنا ونسيب بصماتنا في الدنيا. ما احنا عايشين، فتسيب بصماتك في الدنيا لما تمشي من هنا. عاوز الناس يعرفوا ايه؟ عاوز الناس يتعلموا ايه؟ عاوز الناس يقولوا عنك ايه؟ فمن هنا تبدا فكر في الكلمه دي. ممكن، عايزك تكررها، قول ممكن ممكن ممكن. عارف كل ما تقول ممكن هتحس بامكانيه، قولها ورايا، ممكن ممكن هتحس في حاجه حصلت. لما تقول ممكن يبقى في امل، ممكن يبقى في احتمال، ممكن يبقى اكيد. ممكن لما تكررها بقى 5 مرات هتلاقي الامكانيه بتزود الرهبه، بتزود القوه في اي حاجه تحلم بيها فكر فيها ودي احتمال. وكرر كلمه ممكن على الاقل 3 مرات. وقت ما اشوفك المره الجايه افتكر باستمرار، لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا اسم العيله ولا اسم حد ولا العنوان اللي حد اداهولك ولا انت اديته لنفسك ان انا فاشل. انت مش دول، انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي سخر لك السماء والارض وما بينهما، انت ربنا سبحانه خلقك بيده الكريمه كان ممكن يكون فيكون. انت معجزات في معجزات في معجزات ليس لها حدود، لسه كل يوم بنكتشفها. ده انت، عشان كده عيش كل لحظه كانها اخر لحظة في حياتك، لأن والله ممكن تكون آخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بأخلاق رسول عليه الصلاة والسلام، بتطبع أخلاق الرسل الأنبياء والصحابة أولياء الصالحين. بعد كده كافح بالكفاح، اقرأ، فتش، دور، اسمع أنشطة، روح دورات، حسن نفسك كل يوم، خليك أفضل من امبارح. والكفاح طول ما أنت بتكافح يبقى التزم، وخليك صبور، وخليك مصر، وخليك منضبط فيها، ما تسيبهاش إطلاقا. وعيش بالحب وأقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله.